السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن. أبدأ اليوم درسي معكم عن البنوك في وحدتنا ثقافة المالية عن طريق التعلم عن بعد. درسنا يا ثامن نحن في الصف السابع خيارات التصرف بالمال. خدنا مع بعض الإنفاق، التبرع، الاستثمار والادخار. تكلمنا عن الإنفاق وهو استخدام المال لشراء الحاجات والرغبات. التبرع منح جزء من المال أو الوقت أو حتى المهارات أو القدرات للأفراد دون انتظار المقابل. بينما تحدثنا عن الاستثمار وهو استخدام المال بطريقة مدروسة لفترة محددة من الزمن لانتظار العائد المادي منه. بينما الادخار هو منح جزء هو توفير جزء من المال لشراء حاجات أو رغبات مستقبلية. هذا يا ثامن احنا تحدثنا عنه في الصف السابع. أخذنا مع بعض خيارات الادخار داخل صفوفنا في رياض ومدارس جامعة الزرقاء. خلينا نراجعها مع بعض بشكل سريع، ألا وهي الادخار في المنزل مثل الادخار داخل الخزانة أو داخل غرفتك. تاني إشي نادي الادخار، حكينا مع بعض أنه مجموعة من الأصدقاء بقوموا على فتح حساب داخل فتح حساب خاص فيهم هم داخل البنك. كل واحد فيه لهم دفتر حساب بودعوا له داخل الحساب هذا، بودع كل واحد فيهم داخل الحساب مبلغ من المال بقوم بتسجيله داخل دفتر الادخار الخاص فيه. حكينا مع بعض الجمعيات، هي مجموعة من الأشخاص الذي بقوم كل واحد فيهم بدفع مبلغ معين من المال آخر كل شهر آخر كل أسبوع حسب المدة المتفق عليها، وكل ما يجمع المال في كل مرة يأخذ شخص من هذه المجموعة. آخر إيش حكينا؟ حساب شخصي في البنك يا تامن إذا بتتذكروا، حكينا أنه كل شخص بقوم بفتح حساب إله داخل البنك، هذا بوفر له جاهزية الأموال بالإضافة لحفظه من الأمن والأمان إله لنقوده، كمان بمنحك مزايا أخرى رح نتحدث فيها اليوم. اليوم رح نبلش درسنا الجديد ألا وهو البنوك. قبل ما نتحدث عن البنوك والمزايا وكيف أختارها، يجب أن نتحدث ولو قلنا عن نشأة هاي البنوك. نشأت البنوك عندنا داخل الأردن عام 1925. تطورت طبعا على نحو لافت إذ أنها أصبحت الجهاز المصرفي الأردني من أهم عامل الاقتصاد الوطني يا تعمل، لأنه هون بيأدي عندنا دور كبير في تنشيط القطاعات الاقتصادية بالإضافة لجذب مدخرات المودعين داخل الأردن وخارجه طبعا. ليش؟ عشان نقوم بتوظيفها في مشاريع وطنية داخلية ناجحة بزيد أنا منها فيها بالاقتصاد الوطني للأردن. طبعا هون أنا ما بختار أي بنك عشوائي، لا، في عندي عوامل بتساعدني على اختيار البنك. أول عامل إلي ألا وهو الموقع. هلا الموقع أنا ما بختاره عشوائي، لا، لازم يكون الموقع حدا قريب إلي من مكان السكن أو العمل، بالإضافة لانتشار فروع له كتير داخل المنطقة. يعني مثلا أنا بدي أروح على إربد، مش لازم أروح على الزرقاء عشان أروح أصحب نقود، لا، في له فروع داخل إربد مثلا. بدي أروح على الزرقاء الجديدة، من الزرقاء لا، بختار إلي في له فروع داخل الزرقاء الجديدة. انتشار الصرافات الآلية التابعة له. هلا قلتنا بنروح المولات يا تعمل، بنلاحظ أنه في عنا صرافات آلية داخل المولات. هون أنا كل ما كان صرافات آلية منتشرة في كل الأماكن أنا بروحها بوفر علي الوقت والجهد، عشان هيك أنا بكون إلي اختيار مناسب. تاني إشي ساعات عمل البنك. هلا عندما يكون هناك فروع تعمل لساعات متأخرة لهذا البنك، هون بلبي حاجات الأفراد العاملين. يعني مثلا كليات الأفراد داخل الأردن يا تامن كل واحد بيكون بعمله ما بروح قبل الساعة 4 مثلا، فأنا لما بكون بحاجة لبنك يفتح بعد الساعة 4، لما بلاقي هذا البنك هون أنا بميز لي هذا البنك عن بنك آخر. كمان الرسوم. هلا كل البنوك تتقاضى رسوم على فتح حساب لإلي، مثلا سحب النقود من الصراف الآلي، إيداع البنوك داخل الصراف الآلي، أسحب دفتر شيكات. هلا كل ما هاي الرسوم كانت بمنخفضة للعميل بكون أفضل لإله. الفائدة تشمل هون نسبة الفائدة اللي بتقضها البنوك علينا مثلا على القروض. مثلا أنا بدي أروح أخذ قرض 20,000 دينار، فالبنك اللي بقدمني عرض أقل فائدة بكون أنسب لإلي يا تعمل، لأن بقلل نسبة النقود اللي بدي أدفعها فوق القرض تاعي. في عنا مزايا خاصة بتميز كل البنوك زي سمعته الطيبة. يعني مثلا ما بقولوا لي انه هذا الصرف دايما خربان، ما بنفع هذا البنك، دايما صرفه فاضي،
هاي سمعة بنك. إيداع مباشر، في عنا خدمة الإيداع المباشر ما بتوفرها كل البنوك، اللي هي من خلال الصراف الآلي، أني أودع أنا مباشرة من الصراف الآلي. كمان أنا بدفع هلا كهرباء ومثلا عن طريق الإنترنت، هاي كمان خدمة توفرها إلي البنوك. مقدار الخصومات على المبالغ الموضوعة باسم العميل، يعني مثلا أنا ما يكون نسبة المبالغ عالية أو قليلة بأخذ العميل عندنا البنك هون بأخذ مبلغ خصم عليه، فكل ما كان الخصم هذا أقل بيكون أفضل لإلي. كمان بطاقات الائتمان المجانية، في عندنا مثلا بنك بقول لك تعال افتح حساب بعطيك فيزا كارت إلك مجانا، هذا كمان ميزة بتميز البنك. كمان عندنا جوائز شهرية وسنوية يا تامر، كل البنوك بتقدم لنا جوائز، كل ما كانت الجوائز هاي أكثر بتشجعني أكثر باختيار البنك المناسب. في عندنا خدمات اللي بتتوفرها إلي البنوك، أول خدمة فيها فتح حساب، راح نتعلمها هاي فتح حسابات المتنوعة زي الوديعة حساب جاري، راح نتعلمها بالتفصيل إن شاء الله في الدروس القادمة. في عندنا كمان خدمة بتوفرها إلي التحويل، زي أني أحول مثلا شيك من شخص لآخر، مثلا يكون شخص كاتب لي شيك باسمي، فأنا ما بروح بصرفه عشان أشتري فيه شغلة أو أني أعطي النقود لشخص آخر، لا بس بقلبه على من وجهه الآخر وبكتب عليه اللي حامله، هون أنا بحوله من اسمي لاسم الشخص اللي راح يروح يصرف الشيك. كمان مش بس التحويل عن طريق الشيك هون، لا في عنا تحويل نقود آليا، مثلا أنا إلي حساب في أي بنك تجاري، أخوي مثلا بالعقبة احتاج النقود، هون أنا بحول النقود من حسابي لحسابه من خلال البنك بمعرفة أرقام الحساب بدون ما يحتاج أنه يجي مثلا عزل عشان يأخذ النقود. كمان خدمة البطاقات، مثلا في عنا خدمات بطاقات سحب إيداع شراء بطاقات إلكترونية، هاي كلها بتقدمني إلها البنك. في عنا صناديق إيداع الأمانات يا تامن، مثلا كل بنك في عنا صناديق بقدر أني أحتفظ بالأغراض الثمينة داخله مقابل مبلغ معلوم من النقود. كمان عنا القروض، هلأ كل بنك بقدم إلي عروض مقابل فائدة مادية، كل ما كانت الفائدة المالية يا تامن أقل كان أفضل للعميل. هون بودعكم وبقولكم السلام عليكم، إلى اللقاء، بلقاكم إن شاء الله في الدرس الذي يليه وهو البنك المركزي الأردني يا تامر. بتمنى أن نراجع دروسنا مع بعض ونكون على قبة الاستعداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.